ظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي دكتورة جامعية تصرخ في وجه مسلحين تابعين لميليشيات الحوثي أثناء مداهمتهم لمنزلها بصنعاء سعيا لطردها منه بعد عجزها عن تسديد رسوم الإيجار نظرا لسوء وضعها المادي الناتج عن نهب الميليشيات لراتبها. نستاهل الإعدام، احنا لازم تعذبونا، ما ينفع تبقونا، احنا الأشراف الباقين بس لازم تعدونا. وين الحل؟